اروح للكليه الله شاهد الفلوس اللي ما اضمها كانت الفلس والخمس فلوس والكروه اروح اطبيها للملعب لعبات الزوراء كلها الشكو لعبه بملعب الشعب حاضرها مستحيل يجي مهاجم او لحد الان ما جاي مهاجم مثل الراحل احمد راضي الله يرحمه مو لان بس اسم الله يرحمه حسين سعيد انا يعني وعيت كل الوعي عليه بس احمد راضي لا ما يجي لا تقول لي لا يونس محمود ولا كل احد يلعب لحد الان ماكو احد مثله هذا اللي اقول انا على مستوى على مستوى العرب يعني بدون مبالغه مو يعني جاي نمدح لان احمد راضي من العراق وهاي انا مسؤول عن كلامه هذا خلي يجي واحد قاعد بلعبات احمد راضي بالزوراء او بالمنتخب ينطي يقول لي اكو لاعب عربي افضل من عنده شو اسمه لا تقول لي لا الاثنيان ولا هذا اخذك بال 88 افضل لاعب باسي افضل لاعب سامي الجابر لا ما يلحقونه ما يلحقونه باع انت احمد راضي يعني انتهى صعد حسام فوزي وهشام محمد السؤال مو هسه انت شو تقول يعني لا تقارنون احمد راضي باي لاعب مهاجم بالعراق يعني تحس انه تحجيم لاحمد راضي قارنوه على مستوى اسيا لا 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 غير هذا اللي اقول لك بالعرب لحد الان مو هسه تقول لي هذا محمد صلاح ما يوصل مستوى احمد راضي مو يعني هسه يمكن العالم تقول لي شو جاي هيك هذا يعني هاي تصريحاته انا مسؤول عن كلامي لا تنسى اكو شغله يعني طرق اللعبه اختلفت قلت لك جوده لا امكانات فرديه هو امكانات الفرديه اختلفت يعني لاعب يلعب ليفربول افضل لاعب ليفربول مع يعني مع هم رادو مانشستر مع ايماني بامكانيه احمد راضي ومستحيل رادو مانشستر وبرشلونه وريال مدريد وليفربول وبورتو اي وبورتو البرتغالي وعده مانطا زين خلينا نحرجك معروفه هاي يعني طبعا معروفه انا الرحمه والمغفره للكابتن احمد راضي انت هم اثنين لحقت عليهم الراحل احمد راضي لو علي دائي لا احمد انا هسه جاي اقول لك محل بس يعني علي دائي هسه عبرنا لاسيا احنا عبرنا مرحله ماثيوس قال لهم اكبر هداف باسيا قال لهم علي من مقول اذا مقول على باكستان 10 دخل يجي قول على هولندا جول بس يعني هم احترف بالمانيا بس يعني احنا جاي نتناقش يعني مو نحاول نقلل من الكارت احترف بايرن ميونخ يمكن الالماني جاي اقول لك خوش لاعبين وانا حاضر له على دائي ثلاث لعبات بملعب الشعب حاضر لعبات له زين بس ما حد يجي مثل احمد راضي مو مبالغه يعني مبالغه اكيد مو طيب نعود لمحور